بنتكلم على متحف طنطا، بنتكلم على اقدم متحف اقليمي على مستوى الجمهوريه، بنتكلم على المتحف اللي كان بدايته في مبنى البلديه الخاص بالمدينه سنه 1913، استمر سنه لغايه حتى 1957، اتنقل في سنه 1957 الى مدخل سينما المبنى البلديه، فضل على كده لغايه لما رجعت الفكره تاني معانا في بدايات الثمانينات من القرن الماضي. بدأنا بالفعل في 12 اكتوبر 1900 تم افتتاح هذا المتحف لغايه سنه 2000، توقف لوجود خلل في الانشاءات المعماريه الخاصه بهذا المبنى. لغايه 2017 بدأت وزاره الاثار، مجلس الاعلى للاثار تاني في احياء الفكره من جديد، وبدأنا بالفعل العمل. مبنى كلف تقريبا 13 مليون جنيه. النهارده 31/8/2019 يتم افتتاحه. المتحف يضم في جنباته نتكلم على اكثر من 2000 قطعه اثريه. المتحف عباره عن ايه؟ 5 ادوار. الدور الاول مبنى خدمات، دور خدمات. الدور الثاني والثالث عرض القطع الاثريه. الدور الرابع قاعه للمحاضرات. الدور الخامس مبنى اداري للمفتشين والاثريين والمرممين وامناء المتحف. الدور الثاني والثالث الخاص بعرض القطع الاثريه، بنتكلم على اكثر من 2000 قطعه اثريه. بنتكلم على سيناريو العرض المتحفي اللي بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على بدايه من حصول ما قبل التاريخ، مرورا بالدوله القديمه، الدوله الوسطى، الدوله الحديثه، العصر اليوناني الروماني، ثم الفتره القبطيه، ثم الفتره الاسلاميه، لغايه لما نوصل للعصور الحديثه، العصر الحديث. بنتكلم على سيناريو جميل جدا، فكره رائعه، مرورا بالتاريخ وانسيابيه غير عاديه. الغرض من هذا المتحف مش بس الوضع على خريطه السياحه العالميه، لا ده كمان لاهالينا هنا في المحافظه الغربيه ومدينه طنطا، كنوع من انواع تنميه الوعي الاثري والوعي الثقافي لدى اهالينا في المحافظه الغربيه. اغلب القطع الاثريه هنا من اكتشافات المنطقه، من اكتشافات منطقه الدلتا، بنتكلم على بوتو الفراعين، بنتكلم على اويستا، بنتكلم على صاع الحجر.